قبل ما نبدأ اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعار الفيديوهات أول ما تنزل. يبدأ مسلسلنا لما بتخبر بطلتنا إلينا لبطلنا رين بإنها حبت تستقيل من الشركة، بس بطلنا رين بيرفض إنه يتركها تروح خصوصا بعد ما نصبت عليه واستغلته. بعرف إنكم ما فهمتوا شي، لهيك خلينا نرجع شوي لنعرف شو صار. بتسأل زوجة بطلنا روزي لبطلتنا إلينا عن ليش بدها تساعدها لتدمر سمعة رين وتستغله، فبتقول لها إلينا بإنه هاد بيكون عملها، بالإضافة إنها بتحب تساعد الناس اللي بيتعرضوا للنصب أو للخداع من طرف أزواجهم، فلهيك هي رح تساعدها لتجمع دلائل أكتر عن خيانة زوجها لإلها، وكمان رح تتركها تعرف كل المعلومات السرية عنه. فبتقول لها روزي بإنها كانت بتحب رين كتير، بس لما تزوجها سرق منها ممتلكاتها ومصاري بيهتم فيها، كما إنه بيفكر يجيب بنت تانية لتعيش معهم في البيت، وسبب تأجيلها للطلاق لأنها ما كانت بتقدر تجمع دلائل ضد رين، لهيك طلبت منها عشان تساعدها لتجمع دلائل ضد بطلنا ولتثبت للكل بأنه هو بيخونها، وهدفها كمان إنها تشوه سمعته وتطلقه. فبتوافق إلينا إنها تساعد روزي بس مقابل 300 مليون، وبتوافق روزي. لهيك مباشرة بطلتنا بتجي لشركة رين وبتطلب منه يوظفها لتكون مساعدته، فبيسألها عن ليش بدها تكون مساعدته، فبتقوله بإنها محتاجة للمصاري عشان تدفع تكاليف دراستها وإيجار سكنها، وبالفعل بيوظفها بسرعة بدون ما يتأكد من هويتها أو يعرف ولا معلومة عنها، فبيمر شهر كامل على توظيفها ومع هيك ما بتلاقي ولا دليل عن رين وإن هو بيخون روزي مع شي بنت تانية، وهالشي بيصعب مهمتها أكتر وأكتر لأنه رين بيكون شاكك فيها وبيسألها عن ليش دائما بتضل تناظر فيه، فبتقوله بإنها بتفكر في تكاليف دراستها وبس. فبيسألها عن ليش سوت حمرة، وهالشي بيتركها تستغرب منه لأنه كيف ما رح تسوي حمرة، شي عادي بنت رح تسوي حمرة. وهون بتتذكر كلام روزي اللي كانت حكت لها إياه بإنه دوغ رين فريد من نوعه وكمان صعب كتير إنه يتم إغوائه، لهيك بتفكر في طريقة لتتقرب منه. بتكون بتعرف بأنه هو رح يسبح، لهيك بتلبس ملابس السباحة ولما بيجي رين بيشوفها، فبتقوله بأنها جربت المي وبس، وبعدها بتطلب منه يساعدها لتربط شعرها. فبتستغل الفرصة وبتدفشه على المسبح وبتكذب عليه وبتقوله بأنها كسرت رجلها، وبتضل تتقرب منه وبتكون بتنتظره ليقبلها عشان تحصل على أول دليل ضده، بس هو بيكون مش مهتم فيها رغم إنها بتجرب كل الطرق عشان تتركه يتقرب منها، بس بتفشل خطتها وبيغرقها في المي، وهاد لأنه سمع موظفته وهي جاية وبتذكره بأنه عنده اجتماع الحين، فما بيهتم بإلينا وبيروح. وطبعا رين بيكون شاكك في إلينا وفي تصرفاتها، فبيلتقي بروزي وبيخبرها بأنه هو لقى بنت غيرها اللي راح تقدر تتعامل مع المستثمر اللي بده إياه، وهي الوحيدة اللي راح تقدر تتقرب منه خصوصا مثل ما حاولت تسويه. أما إلينا فلما بتبعت الصورة لروزي بتقول لها بأنه الصورة مش واضح فيها رين، لهيك ما تقدر تعتبرها دليل ضده، زي كأنه هو تجاهل الكاميرا أصلا. فبتسألها إلينا عن لو كانت متأكدة أنه زوجها رين بيخونها، فبتقول لها روزي بأنها متأكدة لأنه هو سرق كل ممتلكاتها، كما أنه ما ظل بيحبها مثل زمان. وهون بتتذكر أمها يوم اكتشفت بأنه أبوها كان بيخونها مع بنت تانية وبسببهم خربت حياتهم وتدمرت، لهيك صارت بتساعد الناس ينتقموا من أزواجهم. واليوم اللي بعده بتقابل إلينا ماكو يلي بيصفعها وبيسألها عن مين هالمرة يلي بدها تنصب عليه، وطبعا حتى ماكو في الأصل شخص نصاب بينصب على البنات يلي من عيلة غنية وبياخد ممتلكاتهم، في حين إنه زوجته وبنتها ما بيهتم فيهم. فبتقوله إلينا بإنها بتعرف ماضيه كتير، وكمان هي الحين صارت مساعدة رين الشخصية، وطبعا بيكون سبب لقائها فيه هو ليساعدها ليدمر سمعة رين لأنه هو في الأصل ولا شيء، وكل ممتلكاته هي في الأصل لزوجته روزي، لهيك شغلها واضح رح تساعد روزي لتشوه سمعة رين وتنصب عليه. ولو كان بيفكر يخدعها من ورا ظهرها ويروح يخبر رين بكلامها ما رح تتركه في حاله
وراح تستغل صفحته لتدمره، ولأنها ما بتكون بتوثق فيه وبتخاف إنه يروح ويخبر لين بماضيها، مباشرة بتجي لعند رين وبتخبره بالحقيقة وإنه ما كسفعها رغم إنها خبرته بإنها بتكون مساعدته، بس هو ما بيهتم فيها. فبتقوله بإنه هو صفعها وبتشرح له كيف لمسها وإنها حاولت تهرب منه، بس مع هيك صفعها وهددها بإنه هو رح يتركها تستقيل من شركته ومن وظيفتها. فبيحذرها بطلنا إنها ما تحاول تمثل قدامه مرة ثانية، وبيسألها عن قديش من شخص حاول تغويه. أهم بتحس بإنه رين بشك فيها، لحق بتبرق حالها وإنها بنت مو من هداك النوع، بس مع هيك بيسألها عن لو كان هدفها هالمرة هي إنها تغويه. فبتقول له إلينا بأنه لما كانت بتدرس كانت بتحتاج المصاري كتير لتدفع تكاليف دراستها وإيجارها، لهيك كانت بتشتغل في شركة ماك كموظفة استقبال، بس ماك كان بيتقرب منها مرات كتيرة واعترف أنه هو بيحبها رغم أنه هو كان متزوج. وطبعا إلينا بس بتكذب، وحتى رين ما بيصدقها وبيقول لها بأنه هو بيعرفها منيح ومداعي تنكر إنها حاولت تتقرب منه مرات كتيرة، لهيك احتمال كبير إنه هي في الأول يلي تقربت من ماك ومو العكس مثل ما بتحكي. وعشان إلينا تبرأ حالها بتقله بإنها مستعدة تستقيل من شغلها الحين على إنه تنهان بهاي الطريقة، وطبعا هي بتخاطر بوظيفتها عشان تكسب ثقة رين، وبتكون متأكدة بإنه هو رح يطلب منها ترجع مرة تانية للشركة. وأول ما بتطلع من الشركة بتعترض طريقها مايا يلي بتكون أحد البنات يلي كانت سوت علاقة مع ماك وخانته مع زوجته، فبتضل تهين إلينا لأنه بسببها هي راحت وخبرت زوجة ماك عنها وإنه ماك كان بيخونها مع هاي البنت، وبتسألها عن ليش بتسوي هيك وليش بتدمر الناس. فبتقول لها إلينا بإنها بتحب تبين الحقيقة للأشخاص اللي بيتم استغلالهم، وكمان بتحب تدمر العشيقات اللي بيدمروا عيلة كاملة. كلام إلينا هاد بيترك ما يتعصب، وبتأمر هالأشخاص ليضربوها، بس بتحسبه إنه إلينا رح تضل صامتة، بالعكس بتدافع عن حالها. وفي الصبح لما بتجي للشركة بيعترض طريقها هالرجال، وإني بنعرف إنه هو بيكون حبيب مايا الجديد، وبيسأل إلينا عن ليش ضربت حبيبته البارح، ولما ما بترد عليه بيطلب من حراسه ليأخذوها، وبالصدفة بيشوفها رين، فبتطلب منه يساعدها، بس هو بيسمع كلام هداك الشخص وبيقول له بشو سوت إلينا لحبيبته. فبتذكره بطلتنا بإنه مايا هي يلي ضربتها الأولى، لهيك هي دفعت عن حالها وبس. فبيسألها رين عن إيش سبب شجارهم، بس هي بترفض إنها تخبره، لهيك بيقول لها رين بأنه هو مو دخله في مشاكلها الشخصية، وبيطلب من حبيب مايا ليكمل مهمته مع بطلتنا. وبالفعل بياخدوا إلينا وبدل حبيب مايا يصفع بطلتنا، فبيوصل رين في الوقت المناسب وبيساعد بطلتنا، وبيدكن حبيب مايا بأنه حبيبته هي يلي ضربت إلينا الأولى، لهيك إلينا دفعت عن حالها وبس، وبيحذروا ليضل بعيد عنها. وبعدها بيجي رين مع إلينا لبيتها وبيسوي لها الثلج على وشها، وبيسألها لو تألمت وبتقول له إيه، فبيطلب منها تخبره مباشرة لو حاول حدا يأذيها. فبتقول له بأنه هي ما بتكون حبيبته ولا زوجته، فليش بده يساعدها؟ فبيقول لها بأنها بتكون مساعدته وبس، بس هي بتضل تحكي له بأنها معجبة فيه، ولو كان حتى هو معجب فيها كمان فيه يتقرب منها ويقبلها عادي، لأنهم الحين لحالهم وما حدا رح يشوفهم. وطبعا إلينا بتكون عندها كاميرا في بيتها، وكلامها بيكون زي تنويم مغناطيسي لرين، وبتقدر إنها تجمع دليل تاني ضده، لهيك مباشرة بتخبر روزي بالسالفة وبترسل لها الصورة وكمان تسجيل فيديو إلها ولرين هم قرب من بعض. في الصبح بتكون راح تروح لتقابل روزي، بس بيجيها اتصال من رين بيسألها عن ليش ما أجت للشركة. فبتقول له إلينا بأنه جدتها مريضة، لهيك هي راح تروح للمشفى لتزورها وتضل معها، بس الصدمة إنه رين طلع شاف إلينا، لهيك بيقرر إنه يلحقها ليعرف لو كلامها صح أو كذب. بس الصدمة الكبيرة أنها لما بتوصل لجراج السيارات بتكتشف بأنه روزي عندها علاقة مع رجال تاني، بمعنى أنه روزي هي اللي بتخون رين ومورين اللي بيخونها، فبتصورهم مع بعض وبتروح، بس للأسف
تترك الكرت شغلها هنيك. لهيك لما بتقابل روزي بتعطي لها الكرت تبعها وبتسألها عن إيش كانت بتسوي في جراج السيارات، فبتخبرها إلينا بأنها صارت بتعرف حقيقتها، لهيك مو داعي تكذب عليها. فبتقول لها روزي بأنها ما لازم تتأثرين لأنه هو شخص لعوب وكذاب وبيقضي معظم أوقاته مع بنات تانيين بينصب عليهم وبيستغلهم تماما مثل ما سوالها هي، سرق كل ممتلكاتها وممتلكات عائلتها. فبتسألها إلينا عن ليش طيب وافقت تتزوجه في الأول، بس روزي بترفض إنها تخبر إلينا بولا معلومة عنها، وبتذكرها بأنه دورها بس إنها تعطي لها أدلة عشان تقدر تشوه سمعتين وتطلو، وهي دورها كمان إنها تعطي لها المصاري مقابل عملها، لهيك مو داعي تسألها أسئلة ما بتخصها. فبتقول لها إلينا بأنها كانت بتظن إنه رين هو يلي بيخدعها، بس ما توقعت إنه روزي هي اللي بتخدعه، لهيك بترفض إنها تكمل شغلها مع روزي أو حتى تساعدها. بس روزي بترفض إنها تترك إلينا تروح، خصوصا بعد ما عرفت أسرارها وأهدافها وإنها بدها تخلص على رين وتدمره، لهيك بتطلب منها تعطي لها الأدلة. بس الصدمة إنه بيوصل لين وبياخد الشريط وبيسألهم عن إيش بيسووا وكيف تعرفوا على بعض. فبتقول روزي لرين بأنها حابة تطلع معه لشي مكان لأنها اشتقت له كتير، وبتشيل الشريط من إيده وبترجعه لإلينا. فبيسألها عن كيف بتعرف إلينا، وبتقول له بأنها كانت صديقتها من أيام الجامعة والحين عزمتها للغدا لا يحكوا مع بعض. فبيتركهم رين مع بعض وبيروح لشغله. أما روزي فبتعطي لإلينا شيك بقيمة 300 مليون بفضل مساعدتها لإلها، وبتطلب منها تنسى كل يلي حكت لها ياه. أما رين فبيعرف بأنه إلينا جمعت أدلة ضده، لهيك بيسمعها وبيقول لها بأنه هو ما توقع إنها تكون حقيرة هيك، وكيف وافقت إنها تساعد روزي لتدمر سمعته وتشوهها، وبيقول لها بأنه هو لساته بيتذكر كيف حاول التغويه في المسبح وكمان كيف حاول التغويه في بيتها. فبتترجاه يتركها تروح، بس هو بيرفض إنه يتركها تروح، خصوصا بعد ما حاولت تنصب عليه وتستغله وتضحك عليه. فبيقول لها بأنه هو ما رح يطردها من الشركة، بس لازم تصير في صفه، بمعنى إنها تصير ضد روزي وتتعامل معها زي ما كانت بتنصب عليه في الأول. فبتوافق وبيسحبها لبيته وبيقول لها بأنها رح تصير تعيش هون، وبيطلب من الخادم ليهتم بإلينا. بتحسبه إنه خلاص بطلتنا صارت الحين خايفة من دريد لأنه كشفها، لا 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 لا، بالعكس بتفكر في خطة تانية عشان تنصب عليه، بس هالمرة هي بنفسها وعشانها هي، وما حدا طلب منها تسوي هيك. وبالفعل بيتقرب منها رين. أما اليوم يلي بعده فبتجي إلينا مع رين للاجتماع، وبتنصدم لما بتشوف أليكس واللي هو نفسه حبيب روزي السري، وبيكون مستثمر في شركة رين كمان. وبتعرف من خلال كلامهم بأنه الشركة عليها ديون كتير، ولو ضلت هيك رح تفلس بالتأكيد. فبيطلب منها رين لتروح تجهز للكافيه، وطبعا بيكون هدفهم شي تاني لأنه رين طلب من بطلتنا لتراقب أليكس في السر وكمان تحاول تغويه. وبالفعل هذا اللي بيصير لدرجة أنه بياخدها معها للمطعم، وبيطلب منها ما تخبر رين بعلاقته بروزي لأنها مو مثل ما بتفكر، وأنه علاقتهم هي بس علاقة شغل مو شي تاني. فبتقول له إلينا بأنها ما تقدر تضمن له بأنها رح تساعده، لأنها بكل بساطة بتكون مساعدة رين. فبيقول لها أليكس بأنه حتى لو كانت مساعدة رين وحتى لو كانت زوجته، فهذاك ما بيدل إنها رح تنفذ كلامه أو تساعده، لأنه هو يقدر يعطي لها أي مبلغ بدها إياه مقابل إنها ما تخبر رين بعلاقته بروزي، وكمان يقدر يشتري لها أي شيء بدها إياه. فبتسأله إلينا عن إيش هو هدفه وليش بده تساعده. فبيقول لها بأنه رين هو شخص نصاب، وفي الأصل هو سرق كل ممتلكات روزي، لهيك هو بده يساعدها لتسترجع ممتلكاتها وممتلكات عائلتها. وبالفعل بطلتنا بتوافق إنها تساعده ليأخذ توقيع رين ولينقل كل ممتلكاته لإله، بمعنى إنه رين رح يوقع على وثيقة نقل كل ممتلكاته ليصيروا لأليكس وليصير هو رئيس الشركة. بتمنى إنكم تكونوا فهمتوني. وبالفعل بتترك رين يوقع، وبيكون بطلنا بيعرف انه أليكس هو يلي طلب منها تسوي هيك، لهيك لما بيحاول أليكس يصدم رين ما بيتفاجأ لانه بيكون اوريدي عارف كل شيء.
فبيضل يحكي أليكس بكل ثقة وإنه هو خدع رين وقدر ياخد منه ممتلكاته، والحين ما صار رئيس الشركة، بالإضافة كمان إنه هو بيفضح إلينا، يعني أنتم متخيلين؟ وبيقول له بأنه هي اللي ساعدته عشان يحصل على توقيعه ولا تخدعه ولا ينقل كل ممتلكاته لإله، وبيطلب منه ما يوثق في بطلتنا. ولما بيكون رين في الاجتماع بيعرف من وظفته بأنه أليكس مسكته الشرطة مثل ما كان بده بعد ما حاول أنه يهرب من الشركة لأنه ما قدر يتحمل مسؤولية كل شيء، وخصوصا أنه الشركة في خطر وتقدر تتعرض للإفلاس في أي وقت. لهيك بتجي روزي للشركة وبتكون معصبة كتير كتير، وكل المستثمرين بيطلعوا برا، فبتسأل بطلنا عن ليش خدعها هيك، وكمان ليش طلب من الشرطة لتمسك أليكس. فبيقول لها بأنه هو حاول ياخد منصبه، لهيك بالطبع ما رح يتركه يعيش بسلام. وبيسألها كمان عن ليش بتدافع عن أليكس في حين أنه هو بيكون زوجها، وطبعا ما بتقدر أنها ترد عليه، لهيك بعدها بيروح بطلنا. في المساء بتجي لعنده روزي وبتطلب منه يطلع أليكس من السجن ويتركه يروح، فبيذكرها بشو سوت وكيف طلبت من إيلينا لتنصب عليه وتخدعه. فبتقوله بأنها سوت كل هاد لأنه هو ما ضل بيتم فيها، وإنها حابة ترجع له وإنها بتحبه كتير. فبيقول لها رين بأنه هو مو مهتم ببنت حقيرة زيها، وكمان ما راح يطلع أليكس من السجن. فبتين إيلينا لأنها خدعتها من ورا ظهرها مع رين، ولأنها خبرته بأهدافها وخططها. فبتنصحها إيلينا ما تدافع عن أليكس لأنه هو شخص مو مثل ما بتعتقد، وهو سوى كل هاد عشان مصلحته مو عشانها. وأبسط مثال إنه هو حاول يهرب بعد ما صار رئيس للشركة، بمعنى إنه هو استغلها عشان يوصل لهدفه. بس روزي ما بتصدق كلام إيلينا أبدا، وبتطلب منها تعطيلها دليل على كلامها. فبتقول لها إيلينا بأنها بتعرف إنه عندها علاقة مع أليكس، كما إنها شافتهم مع بعض في الجراج السيارات، فبتكون رح تصفع إيلينا بس بيوقفها رين. فبتقول لها شو انت ورين واقفين ضدي؟ فبتذكر إيلينا بأنها بتعرف كتير معلومات عنها. وبعدها بيطلع رين من الشركة، فبتلحقه إيلينا وبتقوله بأنها نفذت كلامه، لهيك لازم يتركها تعيش بسلام الحين، بس هو بيرفض. في الليل بطل إيلينا تفكر في حياتها وإيش رح يصير لها، لأنها ما كانت متوقعة إنه رين شخص ذكي وقدر يكشفها بسرعة. فلما بتجي لعند رين بتلاقيها بيلعب مع هالرجال واللي بيكون أخوه واسمه جاك، تعرف بأنه هدفه يدمر سمعة شركة رين لأنه هو منافسه في الشركة وبيكره بطلنا كتير. فبيطلب من إيلينا اللي يعلمها كيف تلعب، وبالفعل بيضلوا يتنافسوا، وبعدين بيجوا ليشربوا الشاي، وهنيك بيطلب جاك من بطلنا ليعطيله إيلينا لتصير مساعدته لأنه هو أعجب فيها وفي طريقة شغلها كمان. فبتسمع إيلينا حكي ولهيك بترفض إنها تترك شركة رين أو حتى إنها تكون مساعدة حدا تاني غيره. فبيسأل جاك رين عن ليش ما بيعيش مع زوجته، وكمان ليش ما قرروا ينجبوا أطفال. فبيقول له رين بأنه علاقته هو وزوجته منيحة، لهيك مو داعي يخبره بحياته الشخصية وخططه مع زوجته. فبيقول له جاك بأنه حتى لو ما خبره هو رح يقدر يعرف بنفسه، وكمان رح يقدر ياخد إيلينا بنفسه. في الليل بتجي إيلينا للحانة لعند جاك وبتسأله عن لو كانت روزي هي يلي طلبت منه يتقرب منها. فبيقول لها بأنه هو عارف كل شيء من روزي، لهيك مو داعي تكذب عليه، وكمان بيعرف بأنه بدها تتقرب من رين وتشوه سمعته. واليوم اللي بعده بتنتشر صور إيلينا ورين في كل مكان حرفيا، وكل الموظفين اللي في الشركة بيعرفوا الخبر، والكل بيظن إنه إيلينا هي العشيقة اللي فرقت بين روزي ورين. يعني تخيلوا كيف كل شيء انقلب على إيلينا. وبعدها بتجي لتقابل أب رين وبيقول لها بأنه ما شاف الأخبار، لهيك بيطلب منها تدخل لمكتبه ليحكي معها انفراد، بس رين بيرفض. فبيقول له أبوه بأنه طول ما بيحاول يحمي إيلينا طول ما هالشي مو في مصلحته أبدا. فبيلحقوه وبيقول لها أب رين بأنه أمر منه بس رح تختفي من كل الصين مو بس من الشركة. فبتقول له بأنه هو أساء الفهم، بس هو بيحذرها ما تحاول تكذب عليه لأنه هو بيعرف أمثالها منيح وبيعرف إنها بدها تتقرب من رين. فبتقول له بأنه هي مو هيك أبدا. فبيقول لها بأنه لو كان كلامها صح فلازم تختفي من قدامه من كل الصين وما تورجي له وشها مرة ثانية. فبتقول له بأنها حتى لو كانت بريئة وحتى لو كانت سوت هيك فهي مو مضطرة لتنفذ كلامه. فبيسكب عليها المي. فبيجي جاك وبيخبر أبوه
بأنه إلينا بتكون حبيبته. وطبعاً كلياتهم بينصدموا، ترى حتى أنا انصدمت. فبيقول جاك بأنه مثل ما رين رفض أنه يخبره بحياته الشخصية بروزي، فحتى هو كمان مو داعي يخبر حدا بعلاقته بإلينا. وحتى بطلتنا ما بيكون عندها ولا خيار تاني غير أنها تتظاهر أنها من جد بتكون حبيبة جاك عشان أبرين ما يطردها من شغلها. الحين أنا صرت ما بعرف إلينا شو بدها. بعد الأوقات بدها تستقيل، وبعد الأوقات بيكون بدها تضل في الشركة. لك جننتيني يا إلينا. فبيسألوا أبوها عن ليش اختار إلينا من ضمن كتير بنات لتكون حبيبته، وكمان بيسأل بطلتنا عن إيش بيشتغل أبوها. فبتقوله بأنه هو في السجن وراح يضل هنيك طول حياته، وكمان أمها توفت لما كان عمرها 7 سنوات. فبيقول أبرين لجاك بأنه أبي لينا دخل للسجن، لهيك هالشي رح يأثر على سمعة شركته على حياته، بس هو بيرفض أنه يغير رأيه بحجة أنه هو بيحب إلينا وما بيهمه ماضيها. وبعدها بيروحوا مع بعض، وطبعا روزي بتجي لعند أبرين وبتخبره بأنها حابة تطلق ابنه لأنه هو بيخونها. بس كلامه بيصدمها لأنه هو بيقول لها بأنه رين حكى له كل شيء وتأكد بأنه هو ما بيخونها أصلا. فبتعصب كتير، لهيك بتتصل بإلينا وبتخبرها بأنه عنوان بيتها انتشر في كل مكان وكل الناس صاروا بيعرفوا بيتها. وبالفعل من ضمن الأشخاص اللي بيعرفوا بيتها هو جاك، وبيقول لها بأنه روزي نشرت عنوان بيتها في كل مواقع التواصل الاجتماعي وأنه هو أجل عندها بحجة أنه يحميها. بس هو بيبدأ يتقرب منها، فبتقول له بأنه مو داعي يحميها وبتشكره لأنه ساعدها اليوم. فبيقول لها بأنه هو بيعرف أنها في الأصل تقربت من رين، وبيعرف كمان أنه الصور اللي انتشرت عنها هي حقيقية ومو كذب، بس هو وافق يساعدها عشان تصير حبيبته من جد، وكل كلامه هذاك كان حقيقي ومو كذب، وبالفعل هو بيحبها. فجأة بيسمعوا صوت رين وهو بيطرق الباب، لهيك بتطلب من جاك ليختبئ. ولما بيدخل رين بيشك في إلينا في تصرفاتها، لهيك مباشرة بيعرف بأنه جاك في البيت وبيطلب منه يطلع. فبيسألوا عن إيش بيسوي في بيت إلينا، فبيقوله بأنها بتكون حبيبته لهيك عادي يجي لبيتها. تصرفات جاك بتستفز رين كتير كتير، وخصوصا لما بيكون قريب منها. فلهيك أول ما بيطلع جاك بيدفش إلينا على السرير وبيقول لها بأنه هو ما توقع أنها تكون بنت حقيرة لهاي الدرجة، وكيف قدرت تغوي أخوه بسرعة. فبتحاول تشرح له بأنه ما عندها علاقة معه، بس هو ما بيصدقها وبيضل يضايقها. فبتقول له بأنه هو ما عنده الحق ليستغلها أو حتى يفكر ينصب عليها، لأنها الوحيدة اللي بتقدر تسوي هالشي. وبالفعل هالمرة بتحتفظ بصورها ومقطع تسجيل لها هي ورين عشان تقدر تشوه سمعته، لأنه هو حاليا قاعد بيستغلها. لهيك بتفكر في خطة ذكية وهي أنها تنتقل لبيت رين. وفجأة بيوصل وبيطلب منها تستعجل، وهون الصدمان لما بيشوف آيباد إلينا وبيشوف تسجيل الفيديو تبعه وبيعصب كتير. اليوم يلي بعده بيعترض جاك طريق إلينا وبيسألها عن ليش انتقلت لبيت تاني. فبتقوله بأنها حابة تغير حياتها، لهيك بتطلب منه يساعدها لتستقيل من الشركة وتهرب من رين. وطبعا هي بتعرف أنه هو بيكره أخوه كتير، وبالفعل بيوافق يساعدها. وفي المساء بتجي مع رين للمزاد العالمي وبتبدأ تشتري أشياء غالية بدون ما تاخد الأذن من رين اللي هو رح يدفع لها كل مشترياتها. لهيك بيسألها عن كيف بتتجرأ لتشتري نيابة عنه، فبتقول له بأنها حبت القلادة لهيك عادي يدفع عوضها. في الليل بيرجعوا للبيت وبينبهها ما تحاول تستفزه. فبيجي اتصال من روزي، وهون إلينا بتستغل الفرصة وبتضل تتقرب من رين لأنها بتعرف إنه هو في اتصال مع روزي وما رح يقدر يوقفها. بس هو بيسكر الخط وبينبهها لآخر مرة لتضل بعيدة عنه وما تحاول تتحداه مشان ما تندم في المستقبل. بس مع هيك بيكون هدفها واضح إنها تتقرب منه عشان تستغله وتضحك عليه. وبالفعل هادي اللي بيصير، بس في نفس الوقت بتحس حالها إنها في خطر ومو في أمان، خصوصا وإنه رين الحين صار بيعرف هدفها وخطتها، وبتضل كمان تفكر بإنها تهرب. فبتجي مباشرة لعند جاك وبتترجح يساعدها لتهرب. فبيقول لها بإنه هو يقدر يساعدها، بس شو رح يصير معها لو قدر رين يلاقيها. لهيك بيفكروا في خطة أحسن بكتير. بياخد جاك إلينا لبيت أبوه، وأول ما بيدخل أبوه بيسأله عن ليش طلب من الصحافة لتمسح صور رين وإلينا مع بعض، وإنه الحين صار بيعرف الحقيقة، لهيك مو داعي يكذبوا عليه.
أخيرا بتعترف إلينا بأن الصور حقيقية، بس هي بتكذب وبتتهم ريم بأنه هو جبرها لتكون حبيبته، وكان بيتقرب منها رغم أنها رفضته كذا مرة وأنها سوت كل هاد عشان ما يطردها من الشركة لأنها كانت بتتلقى تهديدات كتيرة. وطبعا ريم هون بينصدم من إلينا أكتر وأكتر، ولأنها بتعرف منيح شو سوت بتخاف على حالها وأنها تروح لعند ريم، وفي المقابل بتقضي الليلة في بيت جاك، وفي الصبح بتكون رايحة للمطار وتذكرتها خلاص محجوزة وكل شيء بيكون عندها جاهز. بس فجأة بيعترض طريقها رين وبيقول لها بأنه هو كان بيعرف خطتها من الأول وأنه كلامها البارح كان عشان بس تقدر تهرب، بس هو بيوعدها بأنه ما رح يتركها تعيش بسلام، خصوصا بعد ما نصبت عليه رغم أنه هو نبهها كذا مرة، بس مع هيك تجاوزت حدودها كتير، وبيقول لها بأنه هو الحين ما صار بيقدر يفرق من كلامها الحقيقي وكلامها الكذاب، ومباشرة بيرجعها لبيته. فبتحاول تهرب بس بيمنعها وبيقول لها بأنها ما رح تهرب منه، فبتترجى يتركها تروح بحجة أنها سوت كل هاد بس عشان تساعد روزي للطلق. فبيقول لها بأنه هي أول مرة حاولت أنها تنصب عليه لهيك رح يدفعها الثمن وبيضل يضايقها. واليوم اللي بعده بينصدم لما بيعرف أنه روزي حامل وبتطلب منه تقابله. فبتلتقي روزي بإلينا وبتقول لها بأنها ما رح تطلق رين وما رح تتركها تسرقه منها، لأنها بتعرف منيح أنه بدها تتقرب منه، وبتعرف كمان أنها بتعيش معه في بيته، لهيك بتسألها عشو هدفها من رين، وبتحذرها لو حاولت تسرق ممتلكات زوجها رين ما رح تتركها عايشة. فبتسألها إلينا عن كيف صارت حامل من رين رغم أنها ما كانت بتعيش معه في نفس البيت، بس روزي بترفض أنها تخبر إلينا بولا معلومة عن حملها وكيف صارت حامل. فلما بتكون إلينا نايمة بيجي لعندها رين، فبتسأله عن شو بده منها وليش مصر أنه يحبسها في بيته، فبتطلب منه يتركها تروح لأنها ما تقدر تضل معه أكتر من هيك، وبتنصحه ليروح يشوف زوجته روزي الحامل. وبالفعل بيوافق رين أنه يتركها تروح بمعنى أنها الحين صارت حرة، بس هي بتجي لعند جاك اللي بيطلب منها تكون زوجته بحجة أنه هو رح يساعدها لتنتقم من رين وكمان لتشوه سمعته، وبيطلب منها تفكر في كلامه ولأنها الحين ما عندها مكان لتعيش فيه بتجي معه للبيت. وبالفعل بتوافق إلينا أنها تكون زوجة جاك بس بالاسم، بمعنى أنهم رح يكونوا متزوجين بالأوراق بس في الواقع رح يعيشوا حياتهم الخاصة. وبالفعل بيتزوجوا بالأوراق بس ما بيسووا حفلة زواجهم، وجاك بيكون قريب كتير من إلينا، والصدفة إنه رين بيرجع لروزي وبتصير علاقتهم شبه كويسة. وطبعا ما بيكون بيعرف بيزوج إلينا من جاك، فبيدخلوا لبيت أب رين، وهون الكل بينصدم لما بيعرفوا بزواج إلينا وجاك، غير عن إنه أبوه ما بيوافق على فكرة زواجه ببطلتنا. تخيلوا إنه حتى روزي كمان بتسأل جاك عن ليش وافق يتزوج ببنت نصابة زي إلينا. فبيحذر جاك لروزي لتحترم زوجته إلينا، وبيبدأ قلب أبوه يوجعه، بس مع هيك ما بيهتم فيه وحتى إلينا كمان ما بتهتم. فبتجي روزي وبتسأل بطلتنا عن كيف تجرأت لتتزوج جاك رغم إنه هي حذرتها كذا مرة لتضل بعيدة عن رين، وزواجها هاد بيعني إنها لساتها قريبة من رين، فلهيك بتحذرها ما تحاول تحسب حالها إنها صارت من عيلة زوجها. فبتذكرها إلينا بأنه بسببها هي ظنت بأنه رين كان بيخونها وساعدتها كمان لتجمع أدلة ضده، وبسببها رين حبسها في بيته واستغلها، وكل هاد بس لأنها فكرت إنها تساعدها للطلق رغم إنه هي اللي كانت بتخونه. وأول ما بتروح روزي بيسحبها رين وبيقول لها بأنه الحين لازم يبارك لها على زواجها بجاك، وبيضل يضايقها. فبتطلب منه يبتعد عنها لأنها الحين صارت مرة متزوجة، بس هو ما بيهتم فيها وبيضل يضايقها لدرجة إنه الخدامة بتشوفهم مع بعض. وفي الأخير بيصدمها لما بيقول لها بأنه هو سجل كل اللي صار بيناتهم قبل شوي تماما مثل ما كانت سجلته المرة السابقة. فبتهدده بأنه لو حاول ينشر هداك الفيديو رح تخلص على حالها الحين. فبيقول لها بأنه هو ما مهتم فيها وفيها تخلص على حالها الحين، يعني إيش رح يصير مثلا؟ وبيروح. فبيصير أب جاك منيح خصوصا بعد ما أخذ الدواء تبعه، ورين بيسأل إلينا قدام الكل عن وين كانت وليش هي حزينة. فبتقوله بأنها كانت في الطابق العلوي وفجأة تذكرت موت أمها. فبيكون رين بيعامل روزي منيح زي على أساس مو هما يلي كانوا رح يتطلقوا ومو هما يلي بيكرهوا بعض. المهم بعدين بيضلوا يحكوا على أمور شركتهم يلي ما بتهمنا. واليوم يلي بعده بيجوا للمستشفى لأنه أب جاك صحته تدهورت كتير.
وبتضل روزي تهيد إلينا وإنها سبب في كل اللي صار مع أبوه، بس هو بيطلب منها تخرس. فلما بيدخل جاك ليشوف أبوه بنعرف السبب اللي بيترك علاقة جاك ورين ما تكون زي كل علاقة أخوة عاديين، لأنهم بكل بساطة من أم مختلفة واثنيناتهم توفوا، أم جاك وحتى أم رين توفوا. بس الغريب في الأمر أنه اثنيناتهم كمان بيكرهوا أبوهم وبدهم بس ياخدوا أسهمهم في الشركة. فبيجي رين لعند إلينا وبينصحها ما توثق في جاك لأنه هو شخص مخادع ويقدر يخدعها في أي وقت كان. فبتقوله بأنه جاك بيكون زوجها وهو بيعاملها باحترام وهو يلي بيكون مخادع، ولأنه ما صدقت كلامه بيورجي لها تسجيل فيديو بيحكي فيه جاك بأنه سبب زواجه من إلينا بس عشان يستغلها ليوصل لهدفه. بس ردة فعلها بتكون عادية وبتقوله بأنه حتى هو استغل روزي عشان أهدافه ومنصبه في الشركة. فبيوضح لها رين بأنه الشركة بتكون لإله، هو ما استغل روزي عشان يكون عنده منصب، لأنه قبل أصلا ما يتزوج كان أوريدي عنده شركة خاصة فيه ومنصبه كرئيس، وبعدها يعني تزوج روزي، يعني وين المشكلة في الموضوع؟ فبيقول لها بأنه هو حذرها بس مشان ما يخدعها جاك وتندم في الأخير. وبالفعل مباشرة بتجي لعند زوجها جاك وبتقوله بأنها ما توقعت أنه رح يخدعها هيك لدرجة أنه تزوجها بس عشان يستغلها ليحقق أهدافه. فبيعترف لها بكل الحقيقة وأنه هو في الأول صح أنه تزوجها عشان يستغلها، بس الحين صار بيحبها وما يقدر يعيش بدونها. وطبعا ما بتصدق كلامه وبتطلب منه الطلاق. واليوم اللي بعده بيتم خطف إلينا، وتخيلوا إنه أليكس طلع من السجن ورجع لينتقم من إلينا لأنه بسببها دخل للسجن، وبيقول لها بإنه اليوم رح يخلص عليها وما حدا رح يقدر يعرف مكانها أو حتى يساعدها. بس فجأة بيجي رين فبينبهه أليكس ليضل بعيد وما يحاول يساعد إلينا، وبيقول له بإنه لولا إلينا كان الحين رح يكون مدير الشركة عوضه وكان رح يكون سعيد، بس بسببها هي كل أهدافه تدمرت. فبيطلب رين من أليكس ليترك إلينا تروح لأنه هو يلي دخله للسجن مو إلينا، وهو يلي طلب منها تسوي هيك عشان يتم اعتقاله. بس كلامه هاد ما بيغير ولا شيء من أليكس، وبيكون شوي وراح يخلص على إلينا، بس بيساعدها رين وبيضل يتأدى عوضها. فبتطلب منه إلينا ما يساعدها لأنها مرة ما بتستحق وهي بنت نصابة وخدعت مرات كتيرة، بس مع هيك هو بيضل يتأدى عوضها. فبيوزل جاك في الوقت المناسب وبينقذ رين من أليكس، وبالغلط بيقع من الطابق العلوي. ولما بتوصل روزي بتنصدم لأنه أليكس حبيبها، فبتحزن عليه كتير وبتترجى رين ليأخذوا للمشفى، بس هو بيرفض. أما بالنسبة لروزي فبيتوفى طفلها لأنها تعرضت لصدمة، وأول ما بتقابل إلينا بتضلت هينها وإنها السبب في وفاة طفلها وكمان السبب في موت حبيبها أليكس، لهيك بتدفشها على الأرض. فبيوصل رين وبيوقف روزي وبيساعد إلينا. أما جاك فبيكون معصب كتير لأنه رين كان قريب من إلينا هاليومين وكمان كان معها في المشفى، فبيعتذر منها وبيقول لها بأنه هو كان خايف عليها وبس. ولما بتطلب منه إلينا الطلاق بيسوي حاله أنه ما سمع كلامها. واليوم اللي بعده بيدخلوا هالأشخاص لبيت جاك وبيخطفوا إلينا، وطلع الشخص اللي خطفها هالمرة هو أب جاك. فبيضل يهينها وعن كيف تجرأت لتتزوج جاك رغم انه هو رفض علاقتهم، لهيك بيأمر هالأشخاص ليضايقوا إلينا. فبيوصل رين في الوقت المناسب وبيساعد إلينا وبيسأل أبوه عن ليش خطفها وإيش هو هدفه منها. فبيكون شرطه هو انه يكمل مع روزي وما يطلقها، لأنه رين كان بيفكر انه يطلق روزي خصوصا بعد ما توفى طفلها. فبيوضح لأبوه بأنه هو ما رح يرجع لروزي لأنه بكل بساطة هي كانت بتخونه من ورا ظهره، وكمان صارت حامل من رجال تاني غيره، وبيعرف كمان بأنه هو السبب في موت أمه، يعني أبوه هو اللي خلص على أمه. لهيك بيهددوا بأنه لو ما ترك إلينا تروح رح يبلغ عنه الشرطة. وبالفعل بتروح إلينا مع رين وبتكون تعبانة كتير، لهيك بياخدها لبيته وبتسأله روزي عن إيش بتسوي إلينا في بيتهم. فبتروح بطلتنا للطابق العلوي ورين بيطلب من روزي لتوقع أوراق الطلاق، بس هي بتقص الأوراق وبترفض إنها تطلقه. فبيقول لها رين بأنه مهما سوت فهو راح يطلقها وما راح يترك مرة مخادعة زيها لا تطل زوجته، ولأنها بتكون مصرة على كلامها وبترفض إنها تطلع من البيت. رين بيأمر الحارس ليطلع روزي برات البيت، وبعدها بيطلب من إلينا لتروح لبيت زوجها جاك. وبالفعل بتروح، وفي الصبح بيبدأ بطنها يوجعها.
فبتحاول تتصل بجاك بس ما بيرد عليها، لهيك بتتصل برين وبالفعل بيساعدها وبيخبرها كمان بأنه جاك سوى حادث سير خطير وللأسف توفى. فبيغمى عليها وبياخدها للمشفى، فلما بتصحى بتسأله مرة تانية عن جاك وكمان بيحكي لها السلفة بس بتكون مو مصدقة كلامه. وبعد مرور أسبوع بتتقبل الحقيقة وبتعرف كمان من الخدامة بأنه لما كانت في المشفى روزي حطت لها دواء في السيروم تبعها، وهذا الدواء رح يمنع بطلتنا من إنها تكون أم في المستقبل. وبالفعل بعد ما بتتأكد إلينا من الدكتورة ومن فحوصاتها بتجي لعند روزي وبتسألها عن ليش سوت فيها هيك. فبتقول لها روزي بأنه بسبب هارين طلقها، لهيك حتى هي منعتها من إنها تكون أم طول حياتها. وبعدها بتجي لبيت جاك والصدمة إنه طلعت إلينا ما كانت متزوجة بجاك. إلينا ما كانت بتعرف هذا الشيء وعرفته من مساعدة جاك، وجاك كان مسوي شهادة زواج مزيفة وكل الأوراق تبع زواجه ببطلتنا كانت كمان مزيفة. وخلاص بتقرر بطلتنا إنها تنسارين، خصوصا بعد ما عرفت بإنها ما كانت متزوجة بجاك أصلا، وبتقرر إنها تبدأ تعيش حياتها من جديد. لهيك بترجع لبيتها القديم، وفي الصبح بيجي عندها رين وبيطلب منها تكون زوجته، وإنه هو بيعرف إنها ما كانت زوجة جاك وإنه كل شيء كان تمثيل مزيف، بس هي بترفض إنها تربطها على قبرين رغم إنها بتكون وقعت في حبه، وحتى هو كمان بيكون بيحبها. وبعد أسبوع بتعرف من الموظفة اللي بتشتغل في شركة رين بأنه بطلنا هو شخص مو نصاب، والشركة هي ملكه وروزي كانت بتحاول تسرقها منه وتسرق كل ممتلكاته. فبتنصدم لأنه رغم أنه هو خبرها كذا مرة بس كانت بتظن أنه بيكذب عليها. وكمان بيدخل أب رين للسجن لأنه هو اللي خلص على أم رين. وبعد مرور 6 أشهر بنشوف أبطالنا بعيشوا سعداء مع بعض لأنهم الحين صاروا متزوجين، وأهم شيء إنه بطلتنا بتكون حامل في الشهر الثالث لأنه طلع كلام هديك الدكتورة كله كذب. وروزي هي اللي طلبت من الدكتورة لتخبر بطلتنا بإنها ما رح تقدر تصير أم، وبس بيعترفوا أبطالنا بحبهم لبعض وبيعيشوا سعداء. وهيك بيكون خلص مسلسلنا لليوم. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم المسلسل الجاي، وبس باي باي.